بتعرف المبادئ. الجلديه يا اولاد اولا تخصص ظريف وجميل ومش محتاج سماعه ولا محتاج حاجه ثانيه، محتاج عين. عشان كده الدكتور بتاع الجلديه اغلبهم بيبقى فنان، لان هو الصوره هي اللي بتحكمه، واغلبهم عنده كاميرا بيصور. وهم بيعتبروا انه المرض بتاعنا في الجلديه له حروف. له ايه يا اولاد؟ حروف. والحروف تتكون كلمات، والكلمات تتكون جمل، والجمل تديني باراجراف. هو ده تشخيص مرض الجلديه. ايه الحروف؟ الليشن. اسمه ايه يا اولاد؟ الليشن. الليشن يعني المرض، يعني المرض الحرف بتاع المرض. والليشنز نوعين، في عند برايمري وعند سكندري. والبرايمري يعني ايه يا اولاد؟ الاوريجينال باثولوجيك ليشن ديفلوب، يعني المرض الفلاني عمل اول ما عمل ايه؟ عمل حبوب. الحبوب دي اسمها ايه؟ مثلا بابيول او ماكيول. طب ما لازم نعرف ايه الحروف، اي بي سي الاول. فاول حاجه نتعرف عليها احنا الاول ايه الحروف بتاعت الجلديه، اللي هي برايمري حروف. وقلنا كلمه برايمري يعني اول ما ظهر. السكندري مثلا ظهر بتاعه وانا قعدت تحك فيه فاتفتح فعملت كشور، ده اسمه السكندري، يعني موديفايد من برايمري. واضح يا اولاد؟ عند فكاعه كده طلعت انا هرشتها فتح عملت لي قرحه، يبقى القرحه هنا ناتجه ثانويه من الحاجه البرايمري دي. فهمنا كلمه برايمري وسكند الاول؟ طبعا مش هنضيع وقتنا في الهيستوريز اللي انت عارفين. البرايمري ليجنز اللي هي الحروف بتاعت اللغه بتاعت الجلديه هي كالاتي. نمره واحد ماكيول. ماكيول يا اولاد انا هقول لكم بمنتهى البساطه، تغيير في الكلر بتاع الجلد. انا جلدي مثلا ابيض حته سمراء، بس خلي بالك نوت بالبابول، لازم الشرط كده وانا مغمض عينيا حطيت ايدي عليها ما اقدرش اشخصها، مش محسوسه. جاست تغيير في الكلر. طيب التغيير في الكلر ده يعني الجلد كله لا حته صغيره اقل من نص سنتي. طب لو اكتر من نص سنتي بيسموها ايه يا ولاد؟ خلاص سهله ولا صعب؟ مش عايزين كلام يا حبيبي. يبقى ببساطه خالص المكيول هو تشينج في الكلر اوف ذا سكين على حته. والله الناس عندها بقى حاجه يسموها فريكلز، اللي عنده صبغه زي ده يسموها مثلا بتايجو البهاك لو الصبغه راحت، حاجات بس كله تشينج في الكلر عن الطبيعي عن المحيط. انا عندي مكيول اقل من نص سنتي، بعض الكتب يقول لك سنتي، بعض الكتب 2 سنتي، ما مشكله حته صغيره كده تغير في الكلر. اكثر من 2 سنتي او 1 سنتي او كبيره يسموها ايه؟ تشينج. نمره 2 بابيول. بابيول حاجه تبقى ايه يا اولاد؟ لازم بالبابول. عمر سالني امبارح ايه معنى بابيول؟ بابيول يعني ايه يا اولاد؟ بالبابول حاجه تبقى محسوسه، غالبا بتبقى اللي فاتت ودوم شاب. تشبيهها كده مثلا حبايه العدس، حته مرتفعه كده عن الجلد اقل من نص سم بيسموها يا اولاد بابيول. انت سالتني ولا لا؟ طيب لو اكتر من نص سنتي بيسموها البلاك. البلاك دي كلمه فرنساوي يعني تساوي بالانجليزي بليت. تساوي ايه؟ البليت. يبقى البابيول لو كبرت تعمل ايه يا اولاد؟ البلاك. ايه الفرق بين البابيول والبلاك؟ هقول لكم. البابيول زي حبات العدس، البلاك عاملنا زي مثلا نجيب عارفين اللعك اللي بتبقى سوسه بيعملوا كده؟ ها؟ لو انت خدت اللعكه دي ولزقتها في الجلد مش بتديني حاجه ايه؟ اولا اوصفها انت كده نمره واحد كبيره الليفيتد خلاص؟ بس فلات توبت، السطح بتاعها مش دوم شاب، فلات توبت. يعني ممكن البلاك ديت يا اولاد 10 بابيول يعملوا بلاك، 10 بابيول 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 ارتصوا جنب بعض كده عملوا لي ايه بلاك. يبقى البابيول البلاك هي بابيول بس كبيره والسطح بتاعها اصبح ايه؟ لا. ايه اللي انا لاحظته هنا؟ اتساع في الويدث وليس في العمق. صح ولا مش صح؟ اتساع في الايه؟ في الويدث وليس في العمق، العمق بتاعها بسيط خالص. زي بالظبط زي ما قلت لكم حته احنا بنسميها اللبانه مش عارف انت بتسميها اللعكه ولا العلكه. العلكه. الثقه في الجلد دي يسموها ايه بقى؟ بلاك. عرفت البلاك يعني ايه؟ ايه الفرق بين البابيول والبلاك؟ الحجم بس. الحجم دي صغيره تبقى بابيول زي حبات العدس. الكبيرة زي اللعكة. طيب العلقة يا عم. نيجي على النديول. ما هو النديول؟ هو حباية البابيول ده هي كانت صغيرة كبرت، بس كبرت عادت زي حباية الحمص، اتسعت في العمق فأصبح العمق بتاعها أكتر من الويدس. شفت حباية الحمص عاملة زي؟ حط حباية حمص في الجلد كده خلي جزءها من فوق، دي بيسموها يا اولاد ايه؟ نديول. يبقى النديول ما هو الا بابيول وكبرت، ممكن تبقى غالبا اكثر من نص سم، بس ممكن تبقى اصغر من نص سم، بس شكلها سفيريكال. الدبس بتاعها غير البلاك، صح؟ البلاك ايه؟ اتسعت في الويتس، لكن دي اتسعت في الايه؟ في الدبس. هنشوف الصور دلوقتي، بس تخيل الكلام. طب لو النديول ده هو اصبح جواه ميه، يعني اصبح في صديق بيسموه ايه؟ سيست. النديول اللي احنا كبرناه متجوه
حبيت الحمص او حبيت الحمص ديت اللي عامله كده اهو، مش عامله كده بالظبط، بوزها فوق صغير ومن جوه كبيره، انا حبيت الحمص اللي من جوه اصبحت فيه ميه بيسموها ايه سيست. يبقى السيست هو ايه؟ كافيتي كونتيننج فلويد، حاجه كده بس كان اساسه نوديول وتحول الى ميه سيست. طيب نيجي بعد كده الفيزيكال. ايه الفيزيكال بقى؟ حاجه بتحتوي على ميه، كافيتي فيه ميه بس ميه رايقه كلير. يمكن بعضكم شاف اللي جاله فيروس يا اولاد، جاله بعد سخونيه كده انفلونزا، جاله ايه هنا ايه فيروس كده بحبوب بيضه كانت لها حبوب فيها ميه كده، هي دي اسمها الفيزيكال، فقاعه مائيه معزه تقريبا بسموها في العربيه كده اللغه العربيه فقاعه مائيه، حته صغيره كده وهي صغيره كده. طب لو كبرت بولة، كبرت اكتر من نص سم اكتر من سم بسموها بولة. يبقى ممكن فيزيكال مع فيزيكال مع فيزيكال يلحموا مع بعض والدنيا بولة كبيره، او ممكن تنشا بولة لوحدها كده. خدت البنفجاس والانفجاز والحاجات دي في بولة. طيب قبل البستيون، البستيون عباره عن هي عباره عن فيزيكال بس اللي جواها ابيض فيها ليكوسايد فيها باص فيها نتروفين باص معتم فيها عتامه. خلي بالك مع الفيزيكال ممكن يحصل فيها بعد شويه نتروفين يخش تخلي اللي جواها مش رايق خالص وبتربت، بس ابدا مش هيبقى عامل زي مش ابيض زي الجير كده، لا باستيول واضحه بيضه خالص ومعتمه مش شفافه. لكن الفيزيكال شفاف، الميه اللي جواها يا اولاد رايقه ونادر لما تبقى مع الكار زي الحروق. نعم خلاص، يبقى ده الفيزيك. يبقى انا لو عملتهم كده خدت البابيول ده بتبقى فليشن ماده لحميه بابيول صح، لو خليت المحتوى اللي جوه ميه تبقى اصبحت ايه فيزيكال، لو خليت المحتوى اللي جوه صديد تبقى اصبحت باستيول صح يا اولاد. كبر الفيزيكال تبقى ايه بولا، كبر الباستيول تبقى ابس. سهله ولا مش سهله؟ دي اسمها الحروف اللغه لغه الجلدين. الحروف تجمع الحروف هتشخص، يقول لك الليجن عندك ايه يا حبيبي انت بتبصم يا دكتور؟ الله عندي باستيول في ايديه ومش عارف ايه، عنده حاجه في الكوع والله ده عنده سورايز اسمها باستيول سورايز وهكذا، كل حاجه لها حاجه. الليجن عندك ايه؟ والله جروب فيزيكال موجوده هنا عند كان جاله سخونيه قبل كده وشويه زكام خلاص ده هيرب السمبلز وهكذا. فعشان تشخص المرض بتاع الجلديه لابد تعرف الحروف بتاعت اللي احنا بنتكلم عنها دي البرايمري ليجن. طيب بعد كده عند الويل، الويل عباره عن ايه يا اولاد؟ اكوموليشن اوف فلويد في الديرمس. انتوا عارفين دي خاصيه من خصائص الارتكاليا، ان كل واحد عنده حساسيه بيحصل ايه يا شباب؟ يطلع الهستامين. الهستامين بيعمل ايه في البلاد فيزيل؟ فازودايليتيشن. اما بيعمل فازودايليتيشن بتطلع رش صح ميه فين؟ في الديرمس. تقوم تلاقي الايه؟ تلاقي اللي فين كده واحمر يبقى نمره واحد، اريسيماتس يعني احمر، واللي عامله زي البلاك زي البلاك بس حمراء وترانزيت. الفانيس تختلف مايجريتنج مش ثابته. هذا الويل. عرفنا الويل عباره عن ايه؟ يبقى الويل متخيلين معايا الديرمس في ميه في رش فورمل رفع الابيديرمس فوق كده بس كمنه في فاز دايليتد في احمر. هتشوف الصوره بتاعتها لو عنده ارتكاليا، فعارفين اللي عنده ارتكاليا تلاقي حته مرتفعه كده وحمراء بس هل بتدنها كده على طول؟ لا تختفي بعد شويه عشان كده ايه؟ يعني ترانزيت. ممكن تبقى اتشنج. دي خاصيه من خصائص مين؟ الويل اللي هي الويل واللي هي الارتكاليا. بعد كده هنشوف البربر والحاجات دي هنشوف الصور. طيب ده بيقارنك ما بين ايه يا اولاد؟ اللي هي الحاجات الصغيره البابيول ومين؟ والنديول والمكيول والباب والفيزيكال والبول والبسطيل والايه؟ نيجي للبيتيكي والبربر والكيموزس كلهم عباره عن نزيف في الجلد، نزيف في الجلد يعني اكسترافازيشن اوف بلاد في الجلد. طيب ده اسمه ايه؟ ده اسمه بيربرا، كلمه بيربرا. طيب والله تبع حجم النزيف ده، نزيف في الجلد خلي بالك معايا وفينا حته مهمه جدا، كيف افرق ان هي نزيف ولا اريسيما؟ إيه كلمه اريسيما يعني ايه يا اولاد؟ احمرار بس. لو انا جبت سلايد زجاجيه فاضيه كده وضغطت عليها اختفت يبقى ديت ايه؟ اريسيما بس دلاتيشن بس، لما دنتها معناها ان في ايه؟ ان في نزيف جوه في الجلد يبقى بيربرا. واضح يا شباب الكلام؟ طيب لو كانت كبيره صغيره اسمها بيتيكي قد حجم الراس الدبوسكي اسمها ايه؟ بيتيكي. لو كانت كبيره اسمها ايكيموزس. ايكيموز كبيره 2 سم كده نزيف في الجلد حته بقعه حمراء كده بيسموها ايكيموز. لما نقط بيسموها ايه؟ بيتيكي. اكبر شويه بيربرا. والبيربرا تقال على كله برضه وتقال على الحاجات اللي هي 2 مللي. نزيف نقط نزيف كده في الجلد 2 مللي. لازم يكون بلاد نزيف. خلاص يا اولاد؟ احنا قلنا الويل. طب الويل اللي هو ايه؟ اديما ترانزيت اديما اوف ذا ديرمس. لو خدت وشك كله بيسموها ايه؟ او السوفت تيشو بيسموها انجيو اديما. دي تلاقيها في واحد واخد حقنه بنسلين
عنده حساسية يعني فلك لا وشه كله مورم. يسمى الوش المرر ده كل اول حاجات السوفت دي شفاف وتخن كده وبدانه كده ده بيسموه انجيو اديما. انجيو اديما انجيو جاي من انجيو يعني بلاد فيزل يعني بلاد فيزل حصل فيها دايليتيشن انتاج الهستامين وورم الايه ورم الجسم كله. نشوف الصور دلوقتي الجلديه ظريفه يا اولاد. ديت ايه بقى ده اهو بص المكيون اهي مجرد تغيير يعني انت عايز تتاكد ان هي مكيون حاسس عليها كده مش ليفل مش محسوس هو تمام لكن ده نص سنتي لو كبرت تبقى ايه بصوا كده يا اولاد المريض اهو ده عند البتايجو اللي هو ليه سور البتايجو اللي هو البهار شفت عامل ازاي دي مثلا لو عدت نص سم يسموها باتش الصغيره ديت مثلا يسموها ايه مكيول اي لون تغير في اللون خلاص سواء بالزياده او بالنقصان سواء بالزياده او بالنقصان اوكي طب ده اسمه يا اولاد مكيول كل الحاجات دي مكيول فانت لما يجي لك واحد يقول لك يا دكتور انا عندي حتى دي لونها بني لونها ابيض كل اسمها ايه ماكيولز اسمها ايه يا اولاد سواء في الزياده او بالنقصان طيب طب دي اسمها ايه البابيول ما هيت البابيول اسمحت يا اولاد دلوقتي محسوسه صغيره طب لو كبرت وانتشرت افق كده لا لا كلمه فرنسي خلاص يا شباب بص طب ايه بقى اللي ديت ايه العباره ديت ايه طب ودي بلاك ودي بس الثوراسيس عباره عن مجموعه ايه بابيولز وبلاكس صح ولا وسيلفري الشكل بتاعها سيلفر سكيلز يعني فيها حاجات السيلفر كده صح يبقى واحد انت لو اتصلت عليه بالتليفون يا دكتور والله انا عندي واحد قريبي في اماكن معينه عند الني مثلا وعند الفرسوع في حته معينه في كده بابيولز وبلاكس بابيولز وبلاكس طيب اتشنج ولا بلا مش اتشنج هو عادي خالص طب شكلها ايه والله فيها سيلفر سكيلز بقول لك موست بروبلي يكون فيها سوراكس واضح ان هذا الجدار تشخص بهذا بالنظر بس صوره بالنظر بس تمام محتاج سماعه ولا نادرا ما يحتاج تحاليل ولا اي حاجه من الحاجات دي طيب ده ايه يا اولاد دلوقتي ديت بلاك لا طب ده ايه فابيول خلاص عرفنا حفظنا الكلام ده عمليه سهله جدا انت تعرف الحروف بتاعتك فابيول اللي فيتت اهيت وصغيره اقل من نص سم لما ديت منتشره وعاليه اهيت وكبيره واكثر من نص سم تبقى بلاك طيب جميل طب ده يا شباب دي مثلا بلاك مثلا ديت هنقول بلاك ديت بابيول اهي ده ايه بلاك وتوصفها بقى راوندد ولا الونجيتد ولا اوفال شيبد ولا بين شيبد ولا كيدني شيبد اوصف زي ما انت عايز مفيش مشكله يعني بس هي اسمها في النهايه بلاك البلاك دي ايه لوك راوند ريجولار ما لسه وفي وصف ثاني هنقوله دلوقتي اللي هو البوردر بتاعها البوردر الايدج بتاعتها دي واضحه ولا مش واضحه طيب في حاجه ثانيه في عليها سطحها في حاجه هو ده الوصف توصف حاجه طيب بعد كده بصوا هنا كده يا اولاد دلوقتي ده ايه ده نوديول ليه لانه عامل زي حبات الايه الحمص زي حبات الحمص كده ايه الدبس بتاعه اعلى من الايه من الاتساع البلاك انتشرت افقي هو انتشر ايه راسي نوديول نوديول باللغه العربيه يعني ايه يا شباب ثقل نوديول ده كله يا ولاد نوديول اهو شكله عامل ازاي طبعا غير البابيول خالص صح حتى لو صغير برضه شكله كده حبايه الحمص افتكر حبايه الحمص وانت تجيب النوديول نوديول نوديول مش بابيول بابيول كده دوم شكل وصغيره مش يعني الدبس بتاعها مش عميق لما لو الدبس بتاعها عميق تبقى ايه نوديول لو جواها ميه مسكت النوديول ده وحطيت لقيته ميه بسيست لو تطاري كده تحديدا يبقى اسمه ايه يا اولاد سيست هذا الفرق بين النوديول وما بين زي ده مثلا كده ممكن ده كنت كده حاسس عليه كده لقيته تطاري يبقى اقول له الدبس ده سيست طيب ده ايه يا اولاد بقى ده بص الفيزيكال بقى عباره عن ايه الفيزيكال دي ممكن تبقى في الابيديرمس ممكن تبقى في الديرمس ممكن تبقى في بين الاثنين طبعا تبع نوع المرض يعني المهم عباره عن تجمع ميه في الجلد اقل من نص سم اسمها الفيزيكال اكثر من نص سم اسمها ايه او سم اسمها البول طب دي ايه دلوقتي بول مثلا تلاقي مثلا ممكن تلاقيها في بعض الامراض او تلاقي واحد محروق برضه ممكن تجد عند البول دي اكيد انتوا شفتوها واحد بيتحرق كده الجلد بيروح يجمع ميه جواه وعامل لك الايه عامل لك هذه البول طيب دي يا شباب دي ستيول هي ممكن يقولوا عليها فيزيكال بس اللي جواها معتم صح اللي جواها صديد واضح معتم مش شفاف لو شفاف اقول فيزيك حد شغلت في دي طب هي اقل من نص سنتي اقل من نص سنتي اقل من نص سنتي وفيها ميه
والله اما فيزيكال اما بسطيول، بس المايه معتمده تبقى ايه؟ بسطيول. شفتها ولا لا؟ واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه. لو كبرت وفيها الصديد دوت تبقى ابسس. صح؟ والابسس له انواع، يقول لك مثلا كاربانكل، فرانكل، بعض تبع هو الريتد للشعره تبقى الفرانكل اكثر من شعره مع بعض، يعني مش مشكله كان، بس بديكم يعني المهم الفكره، الفكره ده بسطيول اسمه بسطيول. اوكي. بص يا ولاد هذا الحساسيه الهويله شبيه كده، وصفها لي كده لونها ايه؟ احمر. وبعدين والله شكلها بلاك، وممكن فيها بابيول، شكل البابيول والبلاك. ايوه نعم، هي بابيول وبلاك فعلا، بس ترانزيت. ها ترانزيت مؤكده مش ثابته، ديكي ثابته بتاعت السرايس الثابته عند المريض، دي تتغير بعد شويه، لانها عباره عن عمليه ايه؟ هيستامين بيطلع يعمل الحاجات دي. قال الهيستامين انت اختفت، لها عندك الحساسيه جت لك هنا، بعد شويه تروح تجي لك هنا. صح؟ مايجريتد. خلاص؟ السطح بتاعها الرجل ممكن تلاقيها اتشي جنراليز ماسكه كله، او في حته معينه لو انت لابس ساعه مثلا جت حساسيه من الساعه وهكذا. دي تخص الارتكال، تخص الحساسيه. طيب لو خدت بقى السوفت تيشو زي دي، شفت السجام زي واحد واخد حاجه حساسيه او تعرض لحاجه عملته حساسيه في وشه او حاجه زي كده، تلاقي في السوفت تيشو ورمت. ليه ورمت السوفت تيشو؟ لان فيها ميه نفختها، هي الطريه هي تاخد الميه. زي مثلا يكون واحد عنده ورم في ورم الصبح، تلاقيه جاي فين؟ في عينيه. ليه عند العينين؟ لانها طريه سوفت تيشو، جمع في السوفت تيشو، فده اسمه انجيو اديما. اوكي واضح حضرتك كده ولا في مشاكل؟ طب هنا ده يعتبر ايه؟ بسطيول. بس صعب اصلا نقول بسطيول، يعني اساسا دي بسطيول بس كامل. ايوه بالظبط، يعني اتحكت كده فطلعت منها الباص فعملت السر. واخدين بالكم معايا؟ دي اسمه سكندري بقى مش برايم، الناتج ده اسمه براين. لكن احنا هنقول عليها مثلا اعتبرها بابيول. صح؟ اعتبرها بابيول، اعتبرها بابيول، ما فيش ممكن. طب هنا ايه؟ بابيول. والاسمر ده اسمه كوميدون. ايه الكوميدون ده؟ عباره عن ايه؟ اكسيبا وكراتين في الاورفيس بتاعت الايه؟ البايلوس بيشيس يونت، بايلوس بيشيس جلاند. الاورفيس بتاعها السيبا والكراتين بيتجمعوا مع بعض يتاكسد. لما بتاكسد الفاتي اسيد فيه بيديني ماده سمراء. في وش بعضكم تلاقي الحاجات دي اللي هو ايه؟ حبوب الصمل، بسموها باللغه العربيه الحبوب الصمل، الناتجه من حب الشبع. واضح يا ولد؟ عباره عن ايه؟ هو ايه عباره عن حب الشبع؟ عباره عن والله بيطلع سيبم كثير اكثر من اللازم. وبعدين في بكتيريا موجوده. بكتيريا بتعمل التهابات انفلاميشن. الالتهابات الانفلاميشن تجمع شويه التهابات وعامل لها حبايه بابيول. البابيول ده ممكن تلتهب تعمل لها بسطيول. ممكن تكبر شويه تعمل لها سيست. صح؟ عشان كده حب الشباب بيبقى في انواع، في بابيول وفي باستيول وفي سيست. اكتر حاجه تتعب السيست. وبعدين بعد كده يحصل فيه السر، ممكن حتى يعمل اتروفي، يعمل سكارنج في الوش، يعمل وهكذا. طيب فدي الكوميدون، دي احنا هنقول عليها السودا كوميدون. لما الصغيره الا من السودا دي عباره عن ايه؟ بابيول. بابيول هنا يا دكتور ده ممكن يبقى ده ابسس لانه كبير، هو جواه باص. لو انا ما اعرفش اللي جواه والله هقول عليه سيست، ما فيش مشكلة، ما في مشكلة. طيب. ده ايه يا اولاد دلوقتي؟ ده نزيف في الجلد. اتاكد ان هي ازاي؟ اقول له اتاكد ازاي يا ابني؟ اقول له والله اجيب جلاس اللي هي سلايد اللي الزجاج ديت واضغط عليها. اضغط عليها كده. اسمها ديسكو. اتك على هذا حمراء زي ما هي تبقى ديت نزيف. اختفى اللون الاحمر تبقى ديت ايه؟ مجرد فاز ديلاتيشن بس. يبقى ريسين. واضح يا اولاد؟ كله نزيف في الجلد. اكسترا فازيشن اوف ذا بلاد في الجلد. انت عارفين البربر اللي خدتها مش خدتها؟ يعني مثلا في البلاد كابيلرز تعبانه تعمل، او الصفائح الدمويه قليله، فيحصل في ايه؟ النزيف في الجلد. نزفت في الجلد تدينا وتبع حجم النزيف صغير قوي اسمه بيتجي. 2 مللي تبقى اسمها بيربر. كبير تبقى اسمه ايه؟ ايكيبوس. ايكيبوس. واضح يا ولاد؟ معلش نقولهم بالتهديد دكتور. احنا قلنا بيتجي بيربرا ايكيموس. ثلاث حاجات تبع الحجم كله نزيف في الجلد. تهت وتلخبط قول له والله ده نزيف في الجلد. نزيف في الجلد. اكسترا هيموراج انتو ذا سكان. انتو ذا سكان. بس. قول له مش فاكر هي بيتيكي ولا بيربرا ولا ايكيموس، هي واحده منهم تبع الحجم. بن سايزد يعني قد راس الدبوس كده اسمها بيتيكي. صغيرة. دي جمع بيتيكي. المفردة بيتيكي. جمع بيتيكي. بيربرا اللي هو ايه؟ الاكبر شوية. ما تكون ماسكه حته كبيره كده كلها دم خالص بيسموها ايه؟ ايكيموس. طيب ليه زين انت شايفينها في الاهل؟ ايكيموس. تجمع من الحاجات الصغيره دي مع بعض يبقى ايكيموس. اوكي. ما
من واحد بتخبط منكم كده مش ممكن يحصل فينا زيف في الجلد وتلاقي ايه بعد احمر وبعدين تتغير اللون لان الهيموجلوبين بيتحول الى ايه الى البيليروبين فتاخد درجات اخضر وبعدين اصفر وهكذا تبع تغيير الايه التاكسيد الهيموجلوبين دي يا ولد دي بيربورا اهي فيها بيربورا فيها حاجات بيتيكي فيها حاجات بيربورا كلها كده دي كلها البيربريك بيسموها البيربريك ايربشن بيربريك ايربشن بيربورا خلاص بيربورا فيها كل حاجه بس مش الكيموز صح ليس الكيموز مفيش واحد 1-2 سم كده ولا حاجه لا كلها صغيره بيربورا طيب دي يا ولديات تيوما دي تيوما دي كبيره دي تيوما فليش يعني لحم مش 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 ميه لو كان جواها ما تبقى سيست صح او ابسس لو كان جواها صديد صديد تبقى ابس ميه تبقى سيست فليش تبقى تيوما كبير حجم كبير مش بابيول طبعا ما اقدرش اقول بابيول ولا ماكيول صح ولا مش صح الماكيول منتشره كده ولا نديول نديول داخل كده كل واحد له شكل فدي بيسموها يا اولاد تيومر واحد عندها تيومر هاي طيب نعم هي ممكن تقول عليها يا اولاد نوديول ممكن تقول عليها نوديول ممكن تقول عليها نوديول لما ده تيومر صح انت ما تخافش من اي حاجه اوصف زي ما انت تعلم مفيش اي مشكله ولو سالك قول له والله لان النوديول وصفته كذا وكذا وكذا البابيول خصائصها كذا وكذا الماكيول خصائصها كذا فده انا شايف ان هي وطبعا سنة انت معزول انك بتشوف صورة بس فرض مثلا واحد يحسس عليها يشوفها ممكن الصورة تغشني والله هي الليفيتد ولا مش الليفيتد صورة كده والله ما عارفش الليفيتد تقول له لا انا عايز بس لو عملت لها حسست عليها لقيتها الليفيتد تبقى بابيول مش الليفيتد تبقى ماكيول سهلة يا اولاد طيب بعد كده يبقى احنا عرفنا البرايمري حروف الف ب السكندري هي نشأة من البرايمري بس حصل فيها موديفيكيشن اهو ريزلت فروم اما حصل ايفوليوشن تطور للبرايمري او يا اولاد ايه نتيجه للاكسترنال تروما للبرايمري اللي حصل فيها حكه الفيزيكال مثلا شال الغطاء بتاعها راحت الميه طالعه عملت كراست ميه جمدت الصديد طلع مثلا كانت باستيول وراح فتحت الصديد نشف عمل كراست او اللي بتاع كانت الفيزيكال جعميقه شويه وبعدين اتشالت عملت لها السر وهكذا عشان كده تلاقي السكندري ليجن عباره عن ايه نمرة واحد سكيل ان هو عليه الكشور كشور نمرة اثنين كراست كراست عبارة عن ايه هنشوفها دلوقتي عبارة عن درايد اكسودين او دم او صديد اي حاجة تطلع كده لما تكون انت متعور جرح وسبته ما عملتش في حاجة فطلع بشوية بلاد بيعملوا امتى متعرض للجو كده بنشافه صح؟ بيعملوا قشرة كده واحد عنده امبتايجو التهابات اللي هو الميكروبية دي وبعدين ساب الصديد لما نشف بيعمل ايه؟ قشرة كراست عشان كده احد علاجات الكراست هو ايه يا شباب لوشن صح فاكرين احنا نربط بقى الفرما بالايه احد علاجات الكراست هو الايه اللوشن لانه بيعمل ديسولف تعمل كمادات بتحط بتجيب له دريسنج وتحط بتسم المجلد تحط عليه يقوم بعد شويه يدوب ليه لانه الميكروب بيعيش تحت الكراست فشر لينير لينك اوف ذا سكن لينير قطع في الجلد قطع طول كانه جاب السكينه كده وقطعها يسمى فشر وانا اقول لكم على الفشل ده اقربه لكم انا مثلا ممكن واحد تلاقيه في الشتاء تلاقي هنا في صرخ كده حول الفم نتيجه للبرد نتيجه لحاجات كثيره او لما اخذ اشهر حاجه الشرخ الشرجي اين الفشل اسمعنا الشرخ الشرجي واحد عنده امساك مزمن الدم يعتل كده ستريننج لما يجي مع الامساك يروح عامل جرح فتحه الشرجه وده من اشد انواع الالم بقى جرح فتحه الشرجه كده يبقى فيها ايه ساعه ما يجي يروح الحمام عشان يعمل الم شديد فطبعا ما يردش يروح الحمام يجي له كونستيبيشن والكونستيبيشن يجي يخرج يعمل الم ويعمل دم وطبعا نتيجه الالم في الحته دي عامله سيفير كونستريكشن يعني وهكذا فده اسمه فشر شرخ غلط طبعا دي بتعالج بمسكنات بتعالج بانتي بايوتيك ممكن يتعمل له عمليه طيب هنيجي يا اولاد على الحاجات اهي بصوا كده السكيل كشور ده عباره عن ايه احنا اصلا جسمنا بيطلع قشور كل يوم بس غير مرئيه امبرسبتبل ليه لانها نون نيوكليات صح الاستريتم كورنيوم الابيديرمس بتاعنا دي بتغير كل 28 يوم خلايا دي اللي هي البيزل بدناها تعمل لما توصل الاستريتم كورنيوم تفقد الخلايا تبقى فيها 30 بس وتطلع سكيلز بسيطه ما حدش يشوفها عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك ايه بقى بالفراش تنضفها صح
مش فاكر النص الحديث اللي المشايخ يقولوا لنا تنظف الفرش قبل ما تنام عليه. ليه؟ لانه ممكن يكون في كراتين من الابليك الخلايا اللي بتطلع ما بتنشفش دي، يعني ما فيها ميكروبات وفطريات تيجي انت تاخدها، فدايما بقول لك تنفض الفرش صح ولا مصح ولا قبل ما تنام عليه تنفض. يعني اذا في حاجات بتطلع احنا ما بنشوفهاش، طيب امتى نشوفها؟ لو زاد الفريش اصبحت نيوكلياتي بارا كيراتوزيس في الاستريتم كورنيا، اصبح زهره خالص زي مريض الايه؟ مريض السورايز، تلاقي عنده طبقات زهره كشر زهر خالص، فدي بيسموها سكيلز. يبقى السكيلز حصل فيه ديسبالانس ما بين البرودكشن والاكسكريشن، البرودكشن بتاع الخلايا الكراتين الاخضر زادت عن اللازم اصبحت نيوكلياتد اصبح فيها بارا، دي كان مثال. هذا السكيلز هاي حتى تعملها زي لو انت مش متاكد منها تجيب اي حاجه حتى كده بسيطه وتروح حاجه كده، لا كشر زهر لو مش ظاهر يعني حاجه كده. عارف المرض اسمه السمكيه يا اولاد؟ حد شاف مريض عنده مرض اسمه السمكيه كسيو؟ حراشف. ايوه حراشف كده، بابا برضه مرض وراثي وده انه طول عمره كده ايه جسمه عامل زي جسم السمك غير الصدفيه، برضه في ايه؟ في كشور. المهم عرفنا كلمه الكشور. طب نيجي للكراست، شفتوا الكراست؟ اهو يا ولد. عباره عن اساسا ماده اكسوديه. اي اكسوديه؟ ميه بتاعت الفيزيكال دي او صديد او دم. بتعرض للهواء. الهواء بنشف صح؟ الهواء ايه بيعمل؟ بنشف، فنشف طلع منه السائل فضل الماده عملت كشف. هذا الكراست شايفين العيال عامل ازاي؟ شفتوا المنظر ده قبل كده في العيال الصغيرين؟ في العيال الصغيرين اللي بيجي لهم امبيتايجو اللي هو التهابات البكتيريه دي تلاقي عنده الحاجات دي. بس طبعا الناس ما بتسكتش دلوقتي بيعالجوا على طول، فممكن ما تلاقيش مش هتوصل للكراست، هو بيغسل على طول ويحط كريم جراميسين ومضاد حيوي فما بتوصلش. طيب نيجي بقى للحاجات الاخرى، احنا قلنا ده الفجر، عشان الفجر الاولاد عباره عن ايه؟ كراك كده شرخ بس ملوش اتساع، شرخ زي ما احنا قلنا اشهر حاجه هو الانر فجر. الايروجن عباره عن لوس اوف ذا ابيديرمال لايرز اوف ذا سكين، ابيديرمس بس ما جتش للدرمس. وعندك قاعده في الطب كده، لما انت في الابيديرمس يبقى ما فيش سكار، ما نزلتش تحت، لو نزلت تحت يبقى هيلد سكار. فلو وجدت اي واحد في وشه حاجه سكار كده، سكار تيشو لو فايبرس تيشو يعني، يبقى ده معناها ان بتاع كان عميق شويه، الجرح اللي عنده عميق. اي واحد اتعور جرح سطحي ما يعملش سكار، عمل سكار معناه ان يا ولدي دخلنا تحت، دخلنا في الدرمس. عشان كده لما تخش في الابيديرمس، الدرمس نص اسمها ايه؟ عرفنا بقى الفرق بين الالسر والايروجن؟ ايه الفرق؟ هما الاثنين لص نص، كانني بانشت اوت قطعت شلت كده، بس لما اشيل من الابيديرمس بس يبقى ايروجن، حته رؤيه كده بتطلع ميه خفيفه اوزن كده زي المحروق. كنت اوريكم الصوره اللي هو المحروق اللي هو عمل لاولاد بله كده وبعد بله ايه؟ طاح. فيبقى بيفضل الجلد عادي موجود، الابيديرمس موجود بس مويس مش ناشف في ميه، ده بيسموه ايروجن خلاص. لكن الالسر لو الحريق والعز بالله كان الجلد كله ونزل تحت في الدرمس فيعمل لي حاجه كرحه، الكرحه دي ما تطيبش الا باثر، تسيب لك سبب تشوه يبقى عايز عمليه تجميل. فين الفرق ما بين الاثنين يا ولاد؟ هذا الفرق ما بين كده وكده. طيب يبقى الالسر يليها سكار، الايروجن لا يليها سكار، الايروجن لانه سطحي ما دخلش في الايه؟ في الكونكتيف تيشو. تمام. بصوا الفشر يا ولاد ده واضح، على فكره هو الصوره دي اللي هتجي لكم في الامتحان، في لكم حاجه ثانيه نفس الكلام اهو ده ايه؟ شوف الفشر، بعض الناس بيبعديها كده في الشتاء فيها فشر كده، بعض الناس من الجو وكده نكتب لهم. طب نكتب لهم ايه يا اولاد بالنسبه للفشل؟ عبد السميع صح؟ مظبوط. نكتب فازلين بس بشرط ان يكون في ميه ولا ما يكونش في ميه؟ لا ما يكونش في ميه. اكتب له فازلين، اكتب له اوينتمنت يرطبه خالص لانه بيمنع تبخر الميه وبالتالي الطبقات بتاعت الجلد تحتفظ بالميه وتطرى تطرى على طول. اوكي بلاش كلام يا عبد السميع انت وسوس ومعاك توتو جنبك. طيب هذا الايروجن اهو يا اولاد، شايفين الايروجن اهو؟ ده عباره عن كان اساسه ايه؟ بله وحصل فيها ربشه. بس شايفين الجلد موجود ولا مش موجود؟ اهو جلد اهو، بس ايه اللي ملاحظه عليه؟ احمر لانه فيها رسيمه مويست مش ناشف، معناها انه مش الجلد ده، دي حته من الابيديرمس من جوه شويه في ميه بتطلع صح؟ زي المحروق بالظبط. ها يا اولاد ماشي، ممكن انت تعتبر دي اوروجن اهي الحته ده، كانت بله دي كانت فيزيكال كده مثلا وحصل فيها ايه؟ ربش نص اوف ذا ابيديرمس. تمام.
واضح يا اولاد ولا في مشكلة؟ يبقى الايروشن عبارة عن loss of the epidermis ما دخلناش تحت. نعم البندس دكتور الصورة اللي ليه؟ الصورة اللي مين البندس دي؟ أيوة. لا دي بلاك دي حاجة تانية دي بلاك يعني بس جنبها المكان على جنبها حتت ماليش دور ماكس دعوة بدي خلاص؟ طيب بصوا كده الألسر يا اولاد واضح الألسر الفرق؟ الألسر حصل ايه بقى فيها loss of ايه بقى؟ epidermis مع epidermis اهو اصبح ايه اللي عرفك طلع بلاد والبلاد بيجي منين طلعت البلاد خلاص وصلنا لتحت والعمق بتاعها وبعدين هيل بالاباديه بالسكار لازم سكار وما هو السكار ريبليسمنت اوف ذا سكين تيشو باي فايبرس تيشو هذا بتعرف كلمه السكار طب اوكي بص هنا اكسكوريشن اكسكوريشن لما يكون واحد عنده جرح مؤاخذة او اتشن جامد وطول الليل عمال ايه يقطع في جسمه يقطع في جسمه الضوافر بتاعته سببت ايه يا اولاد اثار الاثار دي بيسموها ايه اكسكوريشن عارفه بس اللي هو عشان الهواء منكم ان شاء الله جلديه ولا حاجه يبقى ايه يعني عنده تاسيس في الحاجات يبقى اسمه اكسكوريشن عباره عن ايه لينير ماركس برودوس ذا باي ايه سكراتشنج يعني سكراتشنج ماركس علامات الحق ممكن واحد مثلا عنده مرض في الكبد ومدروخه كده ونايم بس ما يعرفش ان هو بحوك على فكره مرضى الكبد مثلا عندهم زياده في البلوروبين في الدم وزياده البلوروبين تعمل حكه شديده جدا بس انت تساله يقول لك لا ما عنديش ما بحوك لانه ضايق مدروخ من يعني عنده حاجه دروز اسمه المرض نفسه لو بصيت على جسمه تلاقي يا ولادي مقطع جسمه دي اسمها اكسكوريشن اللي هو سكراتشنج ماركس طيب اللايكنيفيكيشن ايه اللايكنيفيكيشن عباره عن سيكنينج اوف ذا سكن من الكرونيك رابين انا عمال احك عمال احك 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 ده الجلد لما يدخل اكسجريشن اوف ذا ماركس اوف ذا سكين كانك بالظبط جبت عدسه انت حضرتك لو انت عندك في البيت عدسه هات عدسه كده على الجلد انت بتقولك ان الجلد ناعم كده لا الجلد ده سبحان الله ده يعني جغرافيا في خطوط كده وحاجات شغلان هات عدسه كبيره كده هتلاقي دنيا خالص جلد مش زي ما احنا شايفينه كان خلاص اللي عنده لايكنيفيكيشن من الكرونيك رابين عمال يحك المزمن ده تدخل الجلد لدرجه ان اللينير ماركس الخطوط بتاعته تظهر ايوه عرفت بقى كلمه لايكنيفيكيشن تجلد باللغه العربيه تجلد عد تخين زي الجلد تخن لكن هي الاصل موجوده يعني موجوده الاصل نورمال نعم موجوده بس انا لا اراها كده ايه اللي يظهرها كتر الحك فيها يدخل الجلد تظهرها لك كانك مستخدم عدسه واضح يا اولاد يبقى عباره عن ايه سيكنينج ورفنينج الجلد اصبح خشن خطوطه ظهر بص يا ولد عامل ازاي بص عامل ازاي اهو ايوه الخطوط على فكره موجوده بس ظهرت اكتر الماركس ظهرت اكتر لان الجلد تخن واصبح رف انت عامل ازاي خشن يا ولد ده هتلاقوها فين بقى يا شباب في العيال الصغيرين اللي عنده اكزيما في بعض الاولاد بتولد عنده اكزيما كده ده انه يحك في جلده كده يحك في جلده في جلده تلاقي الجلد بتاعه ايه في هذا الشكل دي بيسموها ايه لايكنيفيكيشن لايكنيفيكيشن اللي هو عباره عن سيكنينج اند رفنينج اوف ذا سكين و feasibility of the normal skin marks خلي بالك ظاهرة واضحة خالص لأن هتيجي حاجة تانية دلوقتي مش هنلاقي skin marks خالص ايه skin marks ده ايه؟ خطوط ديت والحاجات دي كلها ظاهرة خالص كأن أنا شايف قلب العدسة طيب هذا ال lichenification بعد كده عندك الأتروفي أهو بقى الأتروفي عبارة عن thinning of the skin عكس ديك ايه sickening صح؟ ديك sickening هذا نمرة واحد نمرة اثنين ال skin marks هناك عاملة ايه؟ ظهر هنا بقى ايه لوس اوف ذا سكين عكس دوكخ سكين ماركس اختفى الخطوط بتاعه الجلد والجغرافيا اللي انا بشوفها كان انا واقف في الطياره كده بشوف جبل فيه حاجات عاليه وواطيه لا مختفيه اهي شفت عامل ازاي ولا راح زي سكار لا السكار لسه هنشوف ده هنتكلم ده زي خلاص بس هنا ما فيش سكار ولا حاجه هو الجلد حصل فيه اتروفي والاتروفي بتاع الجلد ممكن يبقى في الابيديرمس ممكن يبقى في الديرمس مش مشكله نسالكم ازاي الفرق ما بين الاثنين ما مشكله خلاص يا اولاد يبقى اذا الاتروفي عباره عن سيننج اوف ذا سكن مش لوس لوس بايروجن لوس هباش كان كده خط قطع ايروجن او السر لما هنا سيننج اوف ذا سكن هو موجود بس قاعد ينشف 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 لما عاد زي الايه ورقه السيجاره عاد جليسنينج عاد بيلمع رينكلز طبق كده عمل ما فيش فيه ماركس كانه مش جاي له بالبال مش دوت كده بالظبط واضح يا اولاد الكلام الاتروفي يبقى الاتروفي عباره عن سيننج اوف ذا سكين لوس اوف ذا نورمال سكين ماركس اوكي
الاسكار انه الاسكار عباره عن شفتي هذا البنت دي كانت عندها حاجات في وشها مثلا او هنا اهو اسكارها ايه الاسكار تعرف الاسكار ايه ريبليسمنت اوف ذا نورم سكين تيشو ويز فايبرس تيشو معناها ولا عنده سبيشا سجلان ولا عنده سويت جلانس ولا عنده اي ماركس فبيشترك مع دوكا مع الاتروفي انه ما فيش سكين ماركس بس هنا هو عباره عن ريبليسمنت استبدال النورمال سكين بفايبرس تيشو طبعا ده يحدث مع ايه ما يكون عندي ألسر وصلت للدرمز صح فممكن يبقى هذا الاسكار ممكن يبقى هايبر اتروفيك يعني زايد عن اللازم يعمل لي كده حاجه اسمها كيلويد عارف الكيلويد بنعالج ازاي يا اولاد كيف نعالج الكيلويد لا انت خدتوها في محاضره الكورتيكوستيرويد احقنوا كورتيكوستيرويد حقنا انتراليجنا وده سؤال بيجي كتير الكيلويد عباره عن مش فايبرس تيشو مين اللي انهبت الفايبرس تيشو والبروتين وانهبت كل حاجه الكورتيزون انت لعب الكورتيزون بيعمل اتروفي فانا بستخدم الميزه دي واحد عنده فايبرس تيشو كان عنده جرح كده وعالي كده اهو بس بدري هو لسه خلال ما عدش ست شهور تحقن في كورتيزون كده ينشف خالص ويتساوي انا بعمل اتروفي خلاص انت رجعنا كورتيكوستيرويد يلا برجع لكم الفارما مع المهارات خلاص يا ولاد يبقى اذا ده اسمه ايه الاسكار قلنا الاسكار ممكن يبقى هايبر اتروفيك او اتروفيك حتى مش شرط ان هو يكون هايبر اتروفيك طيب نيجي بقى هنا البرو ايه البرو ده يا اولاد البرو نفق تانل بتاع حشرات نفق بتاع انت زي الاكارس بتاعه الاسكيبس بتعمل ايه بتخش في الابيدرمس كده وتعمل نفق عارفين النفق اهي واضح يمكن انا مش عامل ازاي تعالى اهي ده البرو ده خاصه بالاسكيبس لما تلاقي الطن اللي متعرج ده يبقى ده ايه طول على السكيبس في اماكن معينه طبعا في اماكن الدافيه ما بين الصوابع انتوا عارفين عند السره تحت الابط لما اخذ في المنطقه بتاعه الجرين دي او ممكن من ورا كده دي في اطفال بتسال الهيستوري تقول له يا ابني اخواتك الاسره كلها بتوهش طب زمالك في المدرسه ما اول واد زميلي عبد السميع هو اللي جاب خلاص هو ده السكيبس شخص السكيبس على طول علق الاسره كلها طبعا لابد الاسره كلها تعالج عارفين الدواء بتاعها يا اولاد بيرمسري اوكي شاطر بص هنا يا شباب هنا ايه بقى الكوميدو اهو ها واضح كلمه فرنساوي بتاعنا عباره عن شويه سيمم وشويه كراتين في الاورفيس بتاع الفيروس مش السجلان موجودين ده فتح اكسيدو زي كده بالظبط اكسيدو دول من الهواء بس مروا فدتنا النقط السوداء دي في لها علاج برضه بتجيب حاجه كده اسمها كوميدو اكستراكتور يعني حاجه زي ما العبه كده نحطها تشيلها دكتور يشيلها على وطبعا فيتامين ايه برضو حلو في الحاجات دي فيتامين ايه اللي هو ايه بقى ايزوتريتينوين مش كده اما اورالي واما موضعي لانه ايه بيعمل هيبت البروليفريشن موديفاين بيظبط الايه الاكل ده طيب نيجي بقى هنا الميليا ميليا عباره عن كيراتين سيست كيراتين سيست سيست لو قلنا سيست يعني طري صح وصغير وعامل زي النديول وايد سمول كيراتين سيست ده اسمها الميليا الميليا دي جمع افرادها المليم الواحد خلاص طيب هنا ايه كانت الانجيك تيست الانجيك تيست معناها يا اولاد ايه دايليتد بلاد فيزل بحيث انها تبقى فيزبل ودي تظهر اكتر في الناس اللي بيستخدموا كورتيزون ليه لانه عمل اتروفي الجلد اما عمل اتروفي الجلد اصبحت البلاد فيزل اللي تحت ايه ظهر يقول له ايه ده خدوده حمى زي ما حكيت لكم القصه بتاعت اللي بيحلوا بناتهم ياخدوا كورتيزون هو ده مرض عملت مرض مع تراكم الفات وبوش مدور وخدود حمراء الحمار مش جمال ده الحمار عباره عن تلينج تيست عمل اتروفي السكين الجلد يبقى دايليت فيزابل ديرمال بلاد فيزل خلاص يا شباب كده خلصنا اللي اعتقد انا في نظر دي اهم حاجه بالنسبه لك كطالب في سنه تعرف ايه البرايمري ليجن وايه السكندري ليجن بالنسبه للهيستوري اعتقد يعني ده عايز قصه طويله وانتوا ممكن تقراوه يعني ما فيش وكلامه كله منطقي يعني مثلا اقول لك ايه مثلا اول حاجه في الهيستوري في حاجه اسمها بيرسونال هيستوري الايج هل عمر المريض مهم نعم انه الطفل صغير هيجي له امراض العدوى راجل كبير قوي يجي افكر في الاورام افكر في الحاجات الثانيه صح ولا مش صح ست يبقى تاخد حبوب منع الحمل ممكن يكون يعني كده يعني هذا التفكير اللي هو الجنس الجندر هل هي ميل ولا فيميل حاجات دي كلها طبعا هنا انا شايف ان هي تو ايرلي عليكم ان انتوا تدرسوها لكن انتوا تقراوها انا ممكن اسالك سؤال هسه هذا كل اللي انا هحاوله مع الدكتور اتكلم ان شاء الله نخليكم ريستريكتد للليشنز والهيستوري
ونقلل شوية في النيل ونقلل شوية في الهير، صح ولا مش صح؟ ولا أنت إيه ولا تبقوا إيه؟ أنا حاسس إن أنت يعني هي كبيرة عليكم أكتر من اللازم. أنا بس عشان نكمل الليجنس بس لسه في بعض الحاجات اللي هو الشكل والحاجات دي، طبعاً النيم والإيجنت أنتوا تقرأوها الحاجات دي. مراية الستيتس مثلاً متزوج ولا مش متزوج؟ مثلاً لأنه ممكن يكون مراته عندها مرض هنا قالته له، زي الهب الجينيتاليز والحاجات دي. السفر، واحد سفر تايلاند ولا جاب مرض ولا ما جابش كده، يعني كل حاجة زي أي مرض، يعني الجلدية زي أي منحة الهستر والحاجات دي زي أي حاجة. وعلى فكرة الجلدية غير الأمراض التانية، الجلدية بتشخص الأول وبعدين تاخد الهستر، غير الأمراض التانية تقعد تاخد الهستر ومش عارف إيه وبعدين إيه، يعني دوك أنت بتحط في مخك بعد ما تشوف المرض بتحط في مخك واحد اثنين ثلاثة الكلام بتاعك عشان تشوف أي يوم أنك هتدي قرار دلوقتي أهو، هتدي القرار في حد في العيلة، طب بدأ من إمتى، في حكة ولا مش فيه، في ألم ولا خلاص، يبقى المرض بتاعك كذا. سهلة يا أولادي وظريفة جدا جدا. طبعا احنا عشان ضيع وقتنا في الحاجات دي ان انت تقرأوها لنا كلام، تاخد دواء ولا مش واخد دواء. طيب انا عاد بس شفت المشخصة عدة الدكتور الجلدية ايه يا أولاد؟ عدسة، سباتيولا، درماتوسكوب، فوتوغرافي، التصوير، الودس لايت عشان الفنجس. طيب نيجي المورفولوجي بقى، ده مهم. المورفولوجي بتاع الليجن مهم، يعني ايه مثلا؟ طبعا السايت والسايز والشيب والحاجات ديت احنا عايزين برضو نمر عليها كده مره على بعض الصور اللي عندكم ديت. بص بقى الصور يا ولاد، يعني الليجن، ما انت بتقول لي مش الليجن، بتقول لي بابيول، بس شكلها ايه؟ والله يا دوم شيب اهي مثلا، تمام. لا ده بدنكوليت، عامله زي الحلم كده، بدنكوليت لها بدنك، دي لها بتعني حاجه ثانيه مثلا بابيلوما حاجه زي كده، كل حاجه لها حاجه. فريوكس، ريكوس يعني يا أولاد يعني مشرشرة كده. على فكرة أنت حاجة معلومة لكم، يعني لو عادت الشخص عارفين السلول؟ السلول لو أنا ماسك كده وأنا مغمض كده السلول وحطيت إيدك، بابيول وخشنة، بابيول وخشنة، قول عليه سلول عربي، عبارة عن بابيول وإيه وخشنة، السطح بتاعها إيه مشرشر كده، بالنسبة السطح بتاعها شفت السطح مهم إزاي؟ بيساعدني في التشخيص. في ريكوس أمبر أكيتل، يعني ايه يا اولاد؟ في حته منخفضه في السنتر بتاع الليجن بيسموها ايه؟ عامله الامبلايكا، بيسموها ايه؟ امبليكيتد، بس الامبلايكيتد او امبليكيتد ما في مشكله. يبقى الليجن عباره عن ايه؟ دي مثلا بتشخص مرض اسمه ملاسكوم كونتاجيوز، لو لقيت الليجن بتاعه ايه في حته في النص، شفتوا الحاجات مهمه ازاي؟ نمره 2 فلات توبك زي مين؟ زي السورايسس، طلع كده السطح بتاع زي البلاد بالظبط. هنا اكيومينيت عامله زي السبايك، عامله زي الشوكه، ها عامله زي الشوكه كده، طلع عامله زي الشوكه. هنا الليجن شكله جروبد، جروبد يعني ايه يا اولاد؟ في مجموعات، في مجموعات. هنا الليجن ايه؟ لينير الشكل، اقول لك الشكل بتاعه تقول لي لينير، خط خطوط على خطوط، لها معنى الجروبد، لها معنى مثلا زي الهربس. سيربيجنس متعرج، احنا زي ما شفنا دلوقتي فاكرين التانل بتاع السكيبس متعرج كده سيربيجنس. اركويت عامل زي الارك كوس، ارك ليجن عامل كده اركويت. ناميولار، ناميولار والانيولار الاولاد دي مهمه جدا ان انتوا تعرفوهم، ايه الفرق بين الناميولار والانيولار؟ بصوا معايا، هما الاثنين بيكونوا ايه؟ ليجن مدور كده راوند او اوفل ما في مشكله. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين ازاي؟ بص للسنتر بتاع الليجن، لو لقيته كلير نظيف يعني الجلد نظيف والايدج هي بس اللي قعدت فيها اللي حمراء تبقى ده اسمه ايه؟ انيولا، عامزه الانيولا زي الرينج، حتى بيسموها رينج شيب، عامزه الحلقه من جوه سليم بس البوردر هو اللي تعبان، دي خاصيه بالفنجس للتيني. لكن لو وجدت كل الحته كلها فيها الليجن بيسموها ايه؟ ناميولا، تبقى كوين شيب، عامزه العمله كده زي العمله بالظبط وكلها ملتهبه كلها حمرا مفيش فيها حته من جوه سليمه. عرفت الفرق بين الانيولار والناميولار؟ يبقى الناميولار كلها مريضه، الانيولار الايدج بس اللي ظهر فيها المرض والسنتر كلير تحسن ما عادش فيه مرض. طيب طبعا عارفين انتوا الباترن ده مثلا بيقول لك سيمتريكال، يعني ايه؟ اليمين زي الشمال، ده ايه سيمتريكال؟ اليمين مش زي الشمال. اكسبوست اريا الحاجات المعرضه دي بتعني ان المرض له علاقه بالشمس، صح؟ عنده مثلا فوتوسينستيف، فاكرين لما تذكر في الدراجز بعض الادويه بتعمل فوتوسينستيفتي زي التتراسكرين والحاجات دي، فبرضه ممكن تلاقي وش المرض محمر وفي التهابات وفي رسيم وفي بابيولز ومش عارف ايه. طب ابص على جسمه ما الاقيش فيه حاجه خالص،
يبقى اقول له ده موجوده في الاكسبوزد ارياز بس. طالما موجوده في الاكسبوزد ارياز بس يبقى دي حاجه مرض له علاقه بالصن فوتو سنستيفتي ولا فوتو الرجي ولا حاجه من كده. اوكي اماكن الضغط مثلا سايتس اوف ذا بريجر تضغط عليها مثلا. عارف الناس اللي بيجيلهم مكلس في القلب يا ولاد خشينه فوق الماليولاس او من كتر الضغط اللي هتتخن تعمل لي ايه؟ يبقى اذا عرفت ان المرض له علاقه بالايه؟ الاحتكاك. الانتراتريشنس اماكن اللي هي ما بين زي الابط ومنتحه جدا لان بتبقى مناطق دافيه نمره 2 رطبه فلايبل جدا يجي لها ميكروبات فيجي لها مثلا فانجس انفكشن كتير في الاماكن دي. دايما الناس تشتكي من ايه؟ هذا الانتراتريشنس. فالليكولر يعني لها علاقه بالايه؟ بالهير بالشعر. بلاسكوس لاين ده بلاسكوس ده اسم واحد خطوط اللي هي بتيجي بخطوط الالتحام بين بصوا الشكل الاولاني ده ايه دلوقتي اسمها ايه؟ نمله. عرفتوا النمله كلها بايظه؟ لا كلها زي بعضها. هنوديك الانولا اهي ايه الفرق بين ديت وبين دي؟ هذا رينج شايف ايه الفرق؟ سنسر سنتر فين رايك؟ الانولا لما ديت مش رايك. طب هنا الشكل بقى هنا ايه يا اولاد؟ نقول سايكليك يعني اكثر من سايكل لاحقين في بعض الشكل شيب بولي سايكل. هنا برضو انيولر هيك خلاص يا ولاد عرفنا الفرق في الانيولر والنيولر. الدكتور يسالك ايه الفرق بالشكل بين هنا وبين هنا يقول لك ايه ديت مثلا يقول لي ديت والله يا دكتور ديت شكلها بلاك. طب ايه الشكل بتاعها؟ والله نيولر. طب ديت والله دي شكلها مكيون مثلا ولا باتش. طب ايه شكله؟ والله انيولر الشكل بتاعه انيولر. دي بتفرق في التشخيص كل مرض له كاركتر معين. طيب هنا الشكل يا اولاد لينيار خطوط. ممكن واحد مثلا مكان العمليه ظهر المرض مكان الخطوط بتاع الجرح نفسه لينيار خطوط زي ما انت شفت دلوقتي السكراتش زي لينيار وصفناها انها لينيار صح؟ لينيار سكراتش. طيب بصوا هنا يا اولاد عارفين المرض بيسموه عندكم ايه؟ حزام الناري. اللي هو الايه؟ الهربس زوستر. شفتوا عامل زي هنا؟ ايه اللي انت ملاحظ جاي في ناحيه ولا في ناحيتين؟ ناحيه واحده. لانه بيمشي من الاعصاب بتاعت ناحيه خلاص؟ يبقى ايه؟ اسيمتريك في ناحيه يوني لاترال اهو. وبعدين واخد ايه؟ واخد ديرماتوما ديستريبيوشن. واخد حته انتوا عارفين ان الجسم بتاعنا بيتغذى كل حته لها عصب. هو ماشي مع عصب واحد، العصب الحته اللي بغذاها العصب ظاهر فيها الحبوب دي. الفيروس دي كامل بيمشي مع العصب. بتضعف المناعه بتاعتك يظهر. ها؟ خلاص يا ولد؟ اهو شفت عامل ازاي؟ طبعا دي من اشد انواع الالم على فكره برضه. من اشد انواع الالم الهربس زوستر. ممكن بعد ما الحبوب دي تختفي الفيزيكال والباستيول دي طبعا الفيزيكال ممكن تلتهب تعمل باستيول. دي باستيول هي يا ولد صح؟ انا حصل فيها انفكشن. لما هي اساسه هو فيزيكال. اساس المرض ده فيزيكال. حصل فيها سكند انفكشن بعد باستيول. طيب دي ممكن بعد ما تختفي ده ان الالم مستمر مع مرض سنه واكثر. ممكن يخلي يجي له ديبريشن. ممكن بعض المرضى اليهود والكفار ينتحر من شده الالم. من اشد انواع الالم. عشان كده ده بنك السفل والمورفين والنانوستيرويدال طبعا في الالم. اهو هنا بلاسكوس لاينز اللي هي خطوط الايه؟ ناحيه واحده وفي الالتحام بتاعت الايه؟ بتاعتي. نعم؟ اللي هي؟ لا دي ريسيمه. دي احمرار وفيها باستيول اهي. دي اساسا كانت فيزيكال وحصل فيها اكسكوريشن حصل فيها هرش حصل رابشر للفيزيكال وعملت لي هذه السفل. طيب بص كده يا ولاد انا ايه بنقول مثلا هنا ليجن في حته واحده بس اسمها ايه؟ ايزوليتد يعني في حته واحده بس ايزوليتد جروبس من الفيزيكال في الحته الفلانيه. اذا انت بتتصل عليها مثلا او تقول له يا دكتور قد ايه؟ بتقول ايه اللي عندك؟ بتقول والله عندي ايزوليتد جروب واحده بس خمسه في الحته الفلانيه.